واعلم أيضا أن بر الوالدين يكون في حياتهما وبعد مماتهما. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الاستغفار لهما والدعاء لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فذكر عليه الصلاة والسلام 5 أمور يبر الإنسان بها والديه بعد موتهما. الأول والثاني الدعاء والاستغفار: اللهم اغفر لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثانيا إنفاذ عهدهما، فإذا عهدا بعهد ووصية فإن هذه الوصية يجب تنفيذها. ثالثا صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني التي كان والداك هما الواسطة لهذه الصلة، فأبناء عمك الواسطة هو الأب، أبناء خالك الواسطة هي الأم، فتصل أبناء عمك وأبناء عمومتك وأبناء خالك وأبناء خالتك بما جرى به العرف. خامسا من بر الأبوين بعد موتهما إكرام صديقهما، فإذا كان لأبيك صديق فإنك تكرمه، وإكرامك له من برك بأبيك. إذا كان لأمك صديقة فإنك تكرمها، وإكرامها من برك بأمك. واسمع لهذا الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسير على حمار في طريق مكة يتروح عليه، وكان رضي الله عنه قد لبس عمامة، فبينما هو في الطريق إذ رأى أعرابيا، فلما رآه رضي الله عنه نزل من على حماره وخلع عمامته وأعطاها هذا الأعرابي، ونزل عن حماره وأركبه لهذا الأعرابي، فقال له بعض أصحابه: لما فعلت هذا يا أبا عبد الرحمن؟ أعطيته عمامة كانت تقيك الشمس وحمارا كنت تتروح عليه، فماذا قال؟ قال رضي الله عنه: إن أبا هذا كان صديقا لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه.